مساء النور عليك يا استاذ ابراهيم، مساء النور على كابتن عدلي، وطبعا مساء الخير على كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي وبالتحديد متابعي برنامج ملك وكتابه. خليني طبعا اقول لك الاجواء هنا في مقر النادي الاهلي في الشيخ زايد، يمكن كان ندوه الخاصه بالمهندس محمود طاهر رئيس النادي الاهلي، واللي كان بيوضح من خلالها اللائحه الخاصه او لائحه النظام الاساسي الخاصه بالنادي الاهلي والفارق بينها وبين اللائحه الاسترشاديه اللي اقرتها اللجنه الاولمبيه. في الحقيقه كان في تفاعل كبير جدا من اعضاء النادي الاهلي متواجدين هنا في مقر النادي بالشيخ زايد، وحضر عدد كبير جدا من اعضاء النادي، وتم مناقشه هذه اللائحه بشكل مفصل وايضا من الناحيه القانونيه. ويمكن المهندس محمود طاهر اكد ان النادي الاهلي مش هيكون في اي شيء قانوني ضده في حاله اجراء هذه الجمعيه على يومين، سواء يوم 25 او يوم 26 يا كابتن عدلي وباشمهندس ابراهيم. لكن خليني مستمر معاكم معايا في هذه اللحظات بعض اعضاء النادي الاهلي المتواجدين هنا في مقر النادي بالشيخ زايد. برحب بك في البدايه، وعايز اكلمك عن الندوه النهارده ورايك في الندوه وكلام المهندس محمود طارق. الحمد لله رب العالمين. انا بعتبرها من الحاجات الناجحه جدا للمهندس محمود طاهر النهارده. انا ما كنتش متخيل العدد بالشكل ده على فكره، بس احب اقول لحضرتك ان انا جاي من التجمع الخامس، متحرك من الساعه 4 الى ربع اهتماما بندوه زي كده، واهتماما بان انا ازور فرع الشيخ زايد في النادي الاهلي. الندوه ناجحه جدا جدا، ناقشت كل الامور. نقدر نقول ان الجمعيه العموميه للنادي الاهلي احنا بنراهن عليها. بنقول ان الحمد لله رب العالمين، اللي انا شفته النهارده بيطمني. انا النهارده في الشيخ زايد بقول ان الشيخ زايد يوم 25 ان شاء الله باذن الله، ان شاء الله باذن الله بتقفل لها 11000، وانا براهن على هذا الكلام ان شاء الله باذن الله. واحب اقول كلمه بسيطه جدا للاستاذ هشام حطب، الله يبارك لك، الله يبارك لك، ابعد عن النادي الاهلي، الله يبارك لك. لا يجرؤ حد، لا يجرؤ احد اطلاقا ان هو يصل انه يحط دماغه مع النادي الاهلي. النادي الاهلي مش مجلس اداره، النادي الاهلي جمعيه عموميه محترمه، كويس؟ بنقول لحضرتك اذا سمحت ابعد دماغك عن النادي الاهلي. النادي الاهلي مؤسسه، مش مؤسسه في مصر ولا في الوطن العربي، ده مؤسسه على القاره او على الكوره او على منطقه الشرق الاوسط ككل. هو من انجح الانديه الحمد لله رب العالمين، هو نمره واحد، نمره واحد، ما تنساش دي يا استاذ هشام يا حطب. ارجوك ابعد عن النادي الاهلي. الجمعيه العموميه هتقول لك الكلام ده كويس جدا يوم 25 و26، هتقول لك احنا مين، احنا مين بتوع الاهلي، احنا الاهلاويه، ما تقلقش. بشكرك. لسه متواصلين، وايضا معايا احد اعضاء النادي الاهلي. رايك في الندوه النهارده، واعتقد انه شيء مهم النادي الاهلي يكون ليه لائحه خاصه بيه. هو كانت الندوه محترمه، ووجود الباشمهندس محمود طاهر يعني قرب فرع زايد، واحنا كلنا واقفين ورا الجمعيه العموميه للنادي الاهلي، وان شاء الله الجمعيه العموميه تكتمل ونقر اللائحه الخاصه بتاعتنا بتاعت النادي الاهلي. ويعني احنا محتاجين كده ليه؟ عشان نثبت لوزير الشباب والرياضه والاستاذ محمد سويلم والباشمهندس هشام حطب ان النادي الاهلي يعني احنا اللي نقدر نغير اللجنه الاولمبيه، لان احنا دلوقتي في حاجه، احنا اساس الرياضه في مصر. اللجنه الاولمبيه احنا اساس الرياضه في مصر، الرياضه ديت اللي قايمه على النادي الاهلي. يا باشمهندس هشام حطب رجاء ابعد عن النادي الاهلي، النادي الاهلي الجمعيه العموميه بتاعته جمعيه محترمه، وهي اللي هتقر اللائحه بتاعتها، اللائحه اللي بتستند على يعني نقط محدده وواضحه في القانون. انما بالنسبه للنقط بتاعه اللي انت معترض عليها بالنسبه للجمعيه العموميه بتاعه الاهلي، انت ما عندكش اي سند قانوني بالنسبه للمواعيد بتاعه الجمعيه العموميه للاهلي. شكرا. شكرا. ايضا معايا استاذ خالد الابرك، طبعا الاعلامي المعروف، اكيد رايك النهارده في الجمعيه او رايك عفوا طبعا في الندوه بتاعه المهندس محمود طاهر، ومدى التفاعل ما بين الاعضاء وما بين مجلس الاداره. اولا هتكلم النهارده كعضو جمعيه عموميه، سيبكوا بقى من المهنه. طبعا لا، احنا بنتكلم كعضو جمعيه عموميه. اولا المهندس محمود طاهر والنادي الاهلي هو اول نادي يعرض لائحته على الاعضاء، واول نادي يجري حوار مع الاعضاء.
الموضوع كان بسيط جدا لولا ان هناك تعقيد من قبل البعض وبالتحديد اللجنة الأولمبية. اللجنة الأولمبية أعطت لنفسها حقوق غير موجودة أصلا في القانون وغير موجودة يعني لائحتها الاسترشادية. كيف يكون النادي الأهلي يا سادة يا كرام بجرة قلم من اللجنة الأولمبية اللجنة الأولمبية المصرية إن هي تحل لي مجلسي؟ إزاي اللجنة الأولمبية تبقى خصم وحكم وهي ماسكة المركز التحكيم تبقى خصم وحكم؟ النهاردة على ما أظن أكبر رد على كل الناس اللي كانوا بيقولوا كلام وكلام مغلوط جدا في الإعلام وما اعرفش انا الشيء اللي مستغرب له ان بعض الزملاء اللي المفروض ان بينتموا للنادي الاهلي لو تذكروا اللي كانوا بيقولوه ايام الكابتن حسن حمدي على اللائحه دي، ما هي دي لائحه الكابتن حسن حمدي. انا عتابي الوحيد على المهندس محمود طاهر انه خضع للابتزاز وترك بند الثمان سنوات، هذا ابتزاز ممنهج واحنا عارفين. وعموما احنا بنقول الرد ان شاء الله هيكون يوم 25 و26 في الاجتماع الخاص، لان لا هو جمعية عمومية عادية ولا جمعية عمومية غير عادية. وفي الختام بنقول للجنة الاولمبية ابعدي ايدك عن النادي الاهلي. اشكرك. لسه مكملين ايضا معنا احد اعضاء الجمعية العمومية في النادي الاهلي. طبعا رأيك النهاردة في الندوة الخاصة بمجلس ادارة النادي؟ كانت حاجة جميلة جدا، بنشكر عليها المهندس محمود طاهر ومجلس الإدارة. وبنحب إن بالنسبة للائحة الاسترشادية اللي هي اللجنة الأولمبية، الحقيقة أنا قريتها كويس ودرستها كويس وحسيت إنها بتكبل إيد مجلس الإدارة وأعضاء الجمعية العمومية. لكن النادي الأهلي لائحته الحقيقة قدرت إن هي تغطي كل النقاط اللي موجودة ديت، وقدرت إن هي تدي الحق لأعضاء الجمعية العمومية اللي هم أصحاب الحق في تقرير مصير ناديهم. ونحب من هنا من نادي الأهلي الشيخ زايد نقول لأعضاء النادي الأهلي في سواء كانت في الجزيرة أو في مدينة نصر أو في الشيخ زايد، موعدكم يوم 25 و26 8 علشان تقولوا كلمتكم. الأهلي لا يفرض عليه لائحة، الأهلي يحكم ولا يحكم. شكرا. شكرا. طبعا دي كانت بعض اراء طبعا اعضاء الجمعيه العموميه بالنادي الاهلي عقب هذه الندوه الخاصه بالمهندس محمود طاهر. لكن خليني اقول لك يا كابتن عدلي وطبعا باشمهندس او كابتن طبعا ابراهيم المنيسي، اكيد عايز اقول لك ان كان في مفاجاه مع نهايه الندوه النهارده من مهندس محمود طاهر، واعلن خلالها ان خلال طبعا الجمعيه العموميه هيتم توزيع تذاكر مباراه الاهلي والترجي المقرر لها يوم 15 او 16 من شهر سبتمبر القادم. دي اكيد كانت مفاجاه مهمه جدا لكل أعضاء النادي الأهلي. أيضا هيتم تسهيل الأمور لتواجد بعض الأعضاء سواء في فرع الشيخ زايد إن هم يروحوا سواء مقر النادي الأهلي بالجزيرة أو مقر النادي الأهلي بمدينة نصر عن طريق توفير بعض الأتوبيسات لجمع أكبر عدد ممكن لحضور هذه الجمعية العمومية. لو في أي استفسار اتفضل يا كابتن عادل. أنا يعني